مش عارف ايه اللي بيحصل لي ده. شد لك الكاس وارمي ورا ظهرك وانسى. ما بلاش جو الافلام القديمه اللي انت عايش فيه ده. ومالها الافلام القديمه؟ على الاقل ناسها غير الناس اللي موجودين دلوقتي. وبعدين كل النهايات بتاعتها نهايات سعيده. ايوه عشان الناس تروح فرحانه ومبسوطه. وما فيش حد فيهم جاحد، اللي بيروح بيرجع، كله بيرجع. اوه وانا ناقصك انت كمان دلوقتي. كلنا ناقصين حاجات كتيره وقعت مننا في السكه واحنا مش داريين. اغبياء. حلو قوي الجو اللي انت فيه ده، استمر انت بقى وانا هروح انام. مش هيجيلك نوم، جربتها قبلك ومن فاكر. مش فاهم ايه اللي مفكرك بيا دلوقتي. ليه ما حدش عايز يصدق ان انا تبت؟ والله العظيم تبت. ادي الموبايل. طب شد لك كام دلوقتي؟ لا والنبي انا مش عايز ارجع للسكه دي تاني، انا ما صدقت خلصت منها. ايه الروايح الحلوه اللي حبيبي؟ شانيل نمبر 5. هو حلو وسخن بس ريحته غبيه، عشان كده هتلاقي دايما صاحبته عصبيه وخلقها ضيق. انت ايه حمار ما بتفهمش؟ قلت لك صودا بيشتغل. ايه ده؟ هو انت بتعرفه من ريحتهم؟ من كتر اللي شمته في العياده. عشان الخبره دي تستاهل الكاس بتاعي. النبي كفايه المصايب اللي حصلت لي النهارده. يا عبيد ده ابتلاء. ابتلاء؟ اختبار للتوبه. اختبار للتوبه؟ النبي ارحمني، انا بجد ما بقتش قادر على المصايب. ايه الجيبي ده؟ مصايب كتير. ايه ده؟ هو ده الحل. يمسح لك كل اللي فات باستيكه ويصفر لك العدات وتبدا من جديد. يخرب بيوتكم. العيال شايلين دولاب مخدرات في جيبي ويوم فرحي. لا بجد يخرب بيوتكم. ايه عارفه الجنان ده؟ لما كنت عملت كده كنت هتشل. كل ده ليه؟ ما تكبري مخك بقى. موبايله خالص. ما هو لازم يقفله من كتر زنه، بقالك ثلاث ساعات نازله زن زن. خفت عمي يا اختي. ايه يعني هتشل لو رد عليا؟ يا بنتي عريس، عريس افهمي بقى. ما هو عشان عريس انا لازم اركد عليه، هو والعبيطه اللي راحت اتجوزه. هو انت في ايه بينك وبينه طارق؟ وبعدين انت مش قلت لي انك شلتي الموضوع ده من دماغك؟ عشان هو زيه زي اي واحد، ب 100 وش و100 جنيه، يحب دي شويه ويمثل على دي شويه، في الاخر رايح يتجوز سكتي. عارفه فكك بقى من الحوار ده وقومي نرقص شويه قبل ما نروح. ماشي يا عمر. هتروح مني فين؟ دي فرحة دي بقى ولا شماتة؟ أعوذ بالله، لا كده ولا كده. وما تخليش مخك يروح لبعيد قوي. كل الحكاية بس المنظر كان تحفة. عندك حق بصراحة، منظر كان غريب فعلا، ما حدش ممكن يتوقعه. هو عمر النواوي كده، صعب إنك تتوقع أي حاجة تخصه أو حتى تجيب آخره. عامل زي المية ملوش ملكة. ما كده مخه هيروح لبعيد. على العموم كل واحد بياخد نصيبه. ميرسي يا غازي. صفو. نعم. نسيت اقول لك ان ضحكتك تجنن. هنبداها اغاني بقى ولا ايه يا دكتور؟ صفو احنا محتاجين نقرب من بعض اكتر.
لان ساعتها هتعرفي الفرق بين كلام الاغاني وكلامي. تصبح على خير. المدعوق اللي اسمه الفرح ده ليه نفسي يروح ولا يجي؟ يا بنت ردي بكلمه واحده، يا يا لا. قوم يا فيل، خلاص ناقصاكي. الدكتور جه ولا لا؟ جه فين؟ يا خراشي هتشليني، هطلع انام. انت يا بنت انت مش تستنى لما اطمن على اخوك يا برده؟ انا برده اصلا، تلاقي اخوكي مش جوزها باظت، هتلاقي اخوكي دلوقتي مقضيها ورجع لاصله. هو مين اللي مقضيها؟ او مين وانا اقول لك؟ يا اختي تعالي عشان مش قادر. احكي لي بقى قضاها ازاي؟ هقول لك. تعالي يا خلاص تعالي يا بنت. يعني انت يعني انت قافش علشان هي سمعتك كلمتين يعني عشان ابنك يعني مطفش وهج يعني؟ ما هو برضو عنده حق. انت اصلا اب عاق. انت ضيعت فلوسك على الهكس. هكس هلس هبس هكس. يا ريت الهكس الحكايه على الفلوس وبس. الولاعه دي غريبه قوي. ليه؟ بتولع بتولع من غير ما تلمس السيجار. بص ده نوع جديد ده ولا ايه؟ دي غريبة جدا. بص ها انت اللي بتهالك انها بعيدة. ده سكر ده ولا ايه؟ احنا ايه ده؟ سكري احنا سكرنا حاجة. انت شربت حاجة؟ يا عم دبرني انت، اقول لي ازاي ابطل ستات؟ ما هو انا لازم لازم ابطل ستات عشان التوبة تتقبل. اللي يبطل السجاير يبطل ستات. انت لما تشوف اي واحدة ست ايوه غمض عينيك. وانا هبقى شفتها اغمض عينيا ازاي؟ تتعمد ما تبصش ناحيتها. بص يمتها. يا عم اشوف واحدة ست قدامي اروح بقى بصص الناحية التانية كده. شفتها شفتها برضه. هي اللي جات لك غلط يعني، المفروض تيجي من هنا انت توش الناحية التانية. انت شبه عم حافظ بتملي. خلي بالك انا ايه ده؟ مين عم حافظ؟ انا في بتاع بقى محرمني هنا قوي من الصبح بتاع دي. الله ايه ده؟ مش عارف بس ريحتها حلوه قوي. دي بتاعت ايه دي؟ نجربها. حلوه ايه؟ الله يا ولدي دي حلوه حلاوه. ودماغي ايه؟ دارت كده. هو ايه ده؟ ناخد ولا بلاش بتاع؟ عظمة كبيرة بقى يا عم. كبيرة؟ والله ده الدهن في العشاء يا ابني. ايه ده؟ ايه؟ في ايه؟ نمل كتير قوي. ما تنضفوش النمل دي. نمل اديني حتة. أخاف عليك والله. أنا هات حتة خلال. هات حتة. غمض عينيك واديني حتة. طب خد دي. فين؟ حلوة أوي. هم
ممررة؟ مزة مزة كده. ايه ده؟ اذا انت وشك عليه نمل كتير قوي. النمل اللي عندك جالي يا اخي. تاخد حتة تانية؟ لا معايا. خد خد حتة تانية. ودي بس بقى عليها النمل كتير قوي برضه. عم نعديله عم نعديله حس الغالي برا حس الغالي برا. بقول لك ايه؟ انا على السرير وانا هروح هروح ابلغ بتوع النمل يجوا ياخدوا النمل. اتكل على الله. اتفضل يا دكتور اتفضل. اتفضل يا دكتور. من هنا يا دكتور اتفضل. انت تاني اللي كده العربيه وصلت. ها؟ العربيه وصلت. الف الف الحمد لله على السلامة. حلو كويس كويس. تمام الحمد لله على سلامتها. الناس الغريبة قد ما اعرفش يركب عربيته. ايه ده حاسب حاسب يا دكتور انت بتعمل ايه؟ بعمل ايه؟ طالع بعربيتي. عربيتك عربيتك ايه؟ دي عربيه الشنط يا دكتور. لبس لبس اللون بتاع ايه؟ عربيه الشنط عربيتك ايه؟ لبس بتاعت العربية. مال دي دارت ازاي؟ دورنا نجيب ايه؟ يا دكتور استنى عندك يا دكتور. في ايه؟ استنى في ايه؟ ايه يا دكتور؟ حساب الباركينج يا دكتور. رمضان مع السلامة يا دكتور. مع السلامة. في حفظ الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.